ممكن تغير رأيك بأنك أنت ما تشتري هاي القطعة بس نتيجة أسلوب البياع؟ مو شرط، إذا القطعة عجبتني بشتريها. إذا أسلوبه ما حلو طبعاً غير رأيي، في كتير بياعين غيره يعني، والعرض كتير يعني والطلب قليل. أكيد طبعاً طبعاً أسلوب البياع يعني المفروض بائع يكون معناتها يعني إنسان لبق على الأقل. صراحة صراحة يعني أنا فايتة اشتري من عندك القطعة، تجي تتنتور علي ليش؟ يمكن بس إنه لا أنا خلص بهمني القطعة، أهم إنه هو كيف طريقته معي. أسلوب البيع هو كثير له دور مشان يقنع الزبون بالقطعة، أحيان بكون كثير من المرات قطعة عجبتني بس مثلا لقي عبس بوجهي ما بتعجبني خلص لحالي ما بقتنع فيها. هلا احيانا نحن بندخل مثلا بيكون في بياعين انه كثير بيعطوكي انه كثير واو كثير حلو، انت ممكن انه انت ما تنجذبي للقطعه بس انه هو عم يتعامل معك بكثير اسلوب حلو بكثير اسلوب رايق. يعني ممكن لو ما عجبتك هالقطعه ولو ما عجبك المحل بس تردي ترجعي اذا كان في مثلا كولكشن جديد. اذا كان البياع غليظ او تعامله جفص شوي ممكن تتركه وتمشي، يعني حتى بعد القطعة حلوة بتتركه بتمشي على محل تاني. لا دغري هيك بيكون معصب أو مزعوج دغري بتركه بمشي. دائما الزبون بيكون على حال أنه تعبان مصاري تعبان شغله بده يجي أخذ قطعة لازم يكون مضمونة يعني. لا والله مو دائما على حال، أنا بالنسبة إلي مو دائما على حال لأنه في زبون بيطلع الواحد عن دينه. برأيك شو الأسلوب اللي لازم يتمتع فيه البياع لحتى هو يكسب الزبون؟ حسن الاستقبال والابتسامة وخدمة الزبون مزبوط يعني كأنه هو الزبون بيحس حاله يعني. من الساعة صار معي موقف إيه الزبونة بدها قطعة من عندي فبتقلي إيه أنا شفتها عندك من يومين بهالسعر. طيب أنا إذا بدي كذبها وتكذبني وتصير مشكلة بدي أخسرها كذبها؟ لا خلاص بقول إنه هي على الحق بسايرة تمام لحتى بس أنا استفاد منها كزبونة وكبيعة بس ما أكبر. يعني أيام في زبونات بيستفزونا طيب شلون؟ يعني بتطلب قطعة وتعطيني ثلاثة وأربعة وخمسة ولا العشرة أيام وجاي تتفرج مو جاي تشتري. يعني معرفة لحنا بس نخدمها إجباري بدنا نرجيها ونفرد لها نقيسها. نهاية قديش تعطيني نهاية؟ لا ما بدك تراعينا شو ها. لا مو دائما على حق بس إذا القانون دائما معه على حق هذا الشيء غلط أنا برأيي.